أولاً سبحان الله هم التغيير الجذري نحن لن نرمم مدونة الأسرة ولن نراجع بعد مقتضياتها الباب مفتوح أمام الجميع. الخطوة التالية هو أن صحيح أن يميز بين مؤسستين في إطار الإصلاح وأنا أتفق مع الأستاذ ديالي صاحب جلالة المنطقة على المادة أو الفصل 42 كان يمكنه إصدار مدونة الأسرة بظاهر بصفة أمير المؤمنين ها هي مدونتكم الأسرة وانتهى الكلام لأن الفصل 42 كيعطي الملك بصفة أمير المؤمنين اختصاصات دينية ومعول على الباحثين القانونيين والاجتماعيين والفسادين في مناقشة هذا الموضوع. أنا باش ما نطولش غادي ندخل في واحد جوج ديال التنظيمات اللي هي كاينة في العالم ألا وهو مشكلة ديال الزواج ديال الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة ظاهرة بالنسبة للمجتمع المغربي هي ظاهرة نفسية مرضية بيباتولوجيك. كنأكد من هنا بالنسبة لهذا الموضوع هذا أن الباحثين ينكبوا على الدراسة النفسية الاجتماعية لهذا الموضوع علاش لأن كاين في الكويت 400 زواج رجل ديال رجل وأكثر من 800 زواج في لبنان ديال رجل برجل في المجتمعات الغربية طبعا حالة عادية ولكن يجب أن نحصن الأسرة المغربية أن نحصن الزواج وأيضا أكثر من هذا أن نحصن المجتمع المغربي وأن نحافظ على تتبع ومتابعة وصايا مقاصد الشريعة الإسلامية يعني أن هذا الموضوع هذا مهم ويجب تشديد العقاب على هذا الزواج لأن الدول الغربية تشجع على مجموعة من اللقاءات اللي هي والسيمينار اللي بشكل يعني مباشر وغير مباشر بأن حقوق الإنسان. اليوم كانت ندوة خاصة حول مشروع تعديل ديال المدونة وبهذه المناسبة نشكروا جمعية المنظمة لهذا اللقاء وكانوا فيها قانونيين ونحن شاركنا كذلك بدورنا في هذا الجانب تفاعلا مع الورش الذي أعلن عنه صاحب الجلالة في المغرب لتعديل المدونة وإعادة النظر فيها. وكنعتقد أن اليوم طارت واحد مجموعة ديال القضايا ومجموعة ديال الأفكار ومجموعة كذلك ديال الاقتراحات نتمنى أن تدون هذه الاقتراحات وأنا واثق من النقاش اللي شفته اليوم والنقاش كذلك اللي شاركت فيه في منتديات أخرى أن المجتمع المغربي مجتمع ناضج وواعي ويتعامل بأريحية مع هذا المشروع وسننجزه بهدوء وبكل مسؤولية ووعي إن شاء الله مدونة يعني نفتخر بها جميعا وتصون الأسرة وتصون كذلك الأمة المغربية لأننا عندنا خطب ملكية مؤطرة عندنا دستور مؤطر عندنا مرجعيات مؤطرة وكذلك عندنا توابيت يعني نلتزم بها. فاليوم أنا فخور جدا كوني شاركت في هذا اللقاء واستفدت لا من المتدخلين ولا كذلك من الأسئلة اللي طرحها الحضور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملوك عبد العزيز رئيس جمعية الأهداف النبيلة بسلا. إذن كما شرت إلى ذلك ننظم هذه الندوة العلمية لتسليط الضوء على إصلاح المدونة الجاري حاليا من طرف خبراء معينين بظهير ملكي شريف. هذه مدونة الأسرة هذه يؤطرها أولا وقبل كل شيء الدستور المغربي وثانيا يؤطرها الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان والذي أكد من خلاله جلالة الملك محمد السادس نصره الله على حيث قال جلالة الملك أنني بصفتي أميرا للمؤمنين لا يمكنني أن أحرم ما أحل الله ولا يمكنني أن أحل ما حرمه. انتهى
خطاب جلالة الملك، وحيث ثالثا يؤطرها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد سنة 2022، والذي جاء به للخطاب الملكي بهذه المناسبة هو أن مدونة الأسرة لم تعد تساير مستجدات العصر، وبالتالي وجب تعديلها أو تعديل نصوصها وإصلاحها قدر الأمكان حتى تتماشى مع مستجدات العصر ومستجدات النموذج المغربي الجديد. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.